النضال، وهذه السفينة وعلينا إبحار فيها جميعا من أجل أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى، الحق يؤخذ ولا يعطى، فنحن في نقابة من أجل الدفاع باستماتة وبقوة عن كل ما يمس القطاع الإعلامي الوطني ويمس بهؤلاء الشباب الذي يحس في نفسنا ونحن نراه يتحسر ويتألم من جراء هذه الضربات النفاحة التي تعيق السير العام بالنسبة للقطاع الإعلامي. نأتي إلى سي ياسين بلكجدي المواطن 24. وتحدث بإسهاب عن مستقبل الصحفيين والصحفيات والمصورين والمصورات ومعاناة المصور. أنا أؤمن بقضية مهمة جدا، أنا لا أفرق بين المراسل والصحفي والصحافي والمصور، لأن كما لا يخفى على الجميع بأن الصورة أصبحت أكثر من الكلمة، أصبحت تغني عن الكلمة. كانت قبل حسب ما درسنا وحسب المعطيات وحسب كان الجميع يقول بأن الصورة نصف كلمة، هذا كانت الصحافة التقليدية، أما الآن فالصورة تعطي تكون جامعة لكل المعاني والمغزى الذي نرغب في الوصول إليه. ومن جملة اهتمامات النقابة بالمصور أن أول دورة تكوينية ستكون خلال 15 فبراير، في منتصف شهر فبراير، ستكون عن كيفية التصوير، ماشي طريقة التصوير، عن الإطار القانوني للمصور، وسيؤطرها الأستاذ والقدوم الصحفيين الأستاذ الخضر النوالي اللي خديت من عنده الموافقة النهائية، هو ومعه مجموعة من الأساتذة الدكاترة في هذا الإطار، كما أن الأخ الأستاذ وزميلي الحطابي. هناك الكثيرون ممن لا يحملون البطاقة ولكن صحفيون مهنيون بالطبيعة ديالهم، ومع ذلك ما استطاعوش باش يحصلوا على ديك البطاقة. كتلقى فيه يا إما حامي لشهادة أو دبلوم، يا إما كتوفر فيه الفقرة الثانية من القانون أو من المادة اللي كتطلب من الصحفي باش يحصل على بطاقة الإجازة، وهو أنه كيكون مارس سنتي. هناك صحفيون اللي مارسوا أكثر من 10 سنوات ولكن لمجرد أنه ما كيتمتعش بهذيك البطاقة كتمحى عليه الصفة ديال المهني، وهذا يعتبر حقا حيف في حق هذه الفئة. الحالية اللي كتقاه البطاقة وكيتسمى مهني هو كل من يتوفر على الإجازة فقط. هاد العام بغاو يفعلوا الفقرة الثانية هي ديال العامين زائد ديبلوم ديال التكوين المستمرة باش ياخذ البطاقة المهنية. هذا القانون لمنح البطاقة. أنا أقول للأخ اللي طرح السؤال أن أي إنسان يستأنس في نفسه الممارسة الصحفية وكيحس بالحيف والظلم من طرف المجلس أو من طرف واضعي القانون المشعف اللي 3 سنين وحنا اللي كنحاربوا فيه، أنه مرحبا به عندنا في النقابة، سواء عنده البطاقة المهنية أو لم تكن عنده أو ما كيتوفرش على البطاقة المهنية. حنا الشرط اللي كنشرطوه هو أنه يكون عنده اعتماد ديال الجريدة أو البطاقة ديال الجريدة ديالو.
حنا ندافعوا عليه باش ياخذ البطاقه اذا توفرت فيه الشروط اللي ذاكرين في القانون. عبد الهادي الناجي الكاتب العام للنقابه الوطنيه للاعلام والصحافه، في الحقيقه النقابه الوطنيه للاعلام والصحافه ارتأت ان تكون محطه من المحطات الهامه في مسار المسار النقابي، وان تعكس المرآة الحقيقية للنضال الحقيقي الذي يجب ان نخوضه في مثل هذه المناسبات. فالنقابة الوطنية للإعلام والصحافة ارتأت ان تجري هذه الندوة الصحفية بعد شهر من هذا التاريخ لسبب واحد، هو أن النقابة الوطنية للصحافة والإعلام لها برنامج حافل ومتكامل، سواء من حيث النضال وإعادة الأمور إلى إطارها الحقيقي، أو من خلال التكوين المستمر، لأنها تعتبر التكوين رافعة أساسية للدفع بالإعلام الوطني إلى الآن. طيب. من حيث الشباب ولا الشباب أو غير الشباب أو المنسيين، فضرورة السعي على أننا سنجد من هذا المحطة، أي قلعة النضال داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حصنا حصينا من اجل الدفاع بكل ما اوتينا من قوه من للاسترداد حق من الحقوق التي يمنحها الدستور المغربي. والسلام عليكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.